قصف بالطيران المروحي على مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي. الطيران المروحي يقصف مدينة اللطامنة بالبراميل المتفجرة والدخان يتصاعد. 6/3/2015 ولا تزال الطائرة المروحية في الأجواء. ولا تزال الطائرة المروحية في أجواء مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي. قصف بالطيران المروحي على مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. 6/3/2015 ولا تزال الطائرة المروحية في الأجواء.